رجعنا بيان سور للبلاتو الماتينال، سعداء باستقبال الجمعية التونسية للعلوم اللي اخذت برشا جوائز. احنا معانا سي حاتم سليمان، مش بن سليمان، دونك متحصل سيادتك على جائزة احسن استاذ عام 2018 وانت رئيس الجمعية. دونك كان ما تتوضح لنا شوية الجائزة هذه، تعطينا فكرة على الجائزة ومن بعد نرجعوا حداش فتحية وبعد نحكيو على اللي صار في البرازيل. Merci bien pour l'invitation matinale. Je mets en valeur les travaux des jeunes. Les lyum est un acte de vaut kbira, donc on peut le faire tourner sous tatine l'espoir de ce nouveau qadem. Donc comme tu as dit, tu as dit, donc j'étais élu le meilleur professeur encadreur dans le monde في مسابقة دولية عالميه صارت في نيويورك دونك 2018، وهذا جاء بعد تقريب تاثير اكثر من 200 مشروع اللي فيهم 214 ميداي اولمبيك حتى ما شاء الله. برافو. دونك هذاك علاش سي حاتم سليمان معنا اليوم، وباش نحكيو على الجمعيه التونسيه معناتها للاختراع، مش للاختراع، هي للعلوم اون جينيرال، مش للمخترعين الصغار. هي الجمعيه لمستقبل العلوم والتكنولوجيا من 6 سنين فما فوق. به نرجع حدا شي فتحيه ونرجع نحكيو اختراعات. مرحبا يا فاطمة، أنا نفرح كي نسمع حاجات هكاية بوغ لي جون في تونس. أنا هاني عجنت لي كواسون اللي قلت لك عليهم، حطيت بحذايا شوية فارينة وردة باش نرتب بها العجينة باش ما تلصقليش فوق البلون دو ترافاي، خاطر نتاع الدنيا مازالت سخونة ما نجموش نمانيبيلي وأون بو با مانيبيلي في السخانة العجينة كيما نحبو. جست نجبد شوية هكا باش نحط في يديا دوبلاش ما نرتب يديا، نعمل ان بودان كيما هكايا ونقص مرسوات صغيرين قد كعبه الكرواسون. هاو تو نوريكم بالضبط كيفاش نفصل كعبه الكرواسون، ومن بعد باش نوريكم كيفاش معناها جو في اكوردي معجون ساكوت للكرواسون تاعنا باش تعملوه كغوتي بنين كيما فريمون عباره على تاكلوا في بتي فور، لكن باش نزيدوا حاجه زايده اللي هي معجون ساكوت. انتوما نخلي لكم الوقت باش تخموا تقولوا لي انه معجون تحبوا تذوقوا اليوم، خاطر مانيش باش نحل الكل، راه كل مره نحل لكم نوع لازم تقولوا لي انه تحبوا تذوقوه اليوم. فريز غاز عندي باهي، مشات معكم الفريز وغريت لك كواسون فاطمه كيفاش لقيت فيه شكون يحب باهي برشا باهي. تو كنت واحدة الشروطات انا ما عادش حاله باش نخليه لي انا باش نعمل بيه روسيتات اخرين. ميرسي بوكو شيف فتحيه. نرجع نحكي مع سي حاتم سليمان رئيس الجمعيه التونسيه للعلوم. الوغ شاركتوا في برشا مسابقات عالميه دوليه، دونك ربحتوا دي بري مع دي جون. معنا زوز كان وراهم حكيم المخرج نتاعنا، ها هذوما زوج مخترعين توانسه، دونك انتوما تفهموا دونك باش نحكيو معاهم بعد شويه. اما قبل سي حاتم كان تسمح نحكيو على الجمعيه، ساعة وقتاش تاسست، شكون ينجم ينخرط فيها بالضبط؟ دونك هذه فرصه اخرى بالنسبه لنا باش نقدموا الجمعيه التونسيه لمستقبل العلوم والتكنولوجيا اللي هي الابريفياسيون نتاعها اتاست. دونك اتاست اليوم فاتت الفيزيون نتاع اون سامبل اسوسيسيون، دونك ولا توت ان كونسيبت، دونك ولينا نخمو كيما اتاست، ولينا نعيشوا كيما اتاست. دونك لو نومبر داديرون اليوم كبير برشا، بدات عام 2011 بالضبط، دونك ابارتير دو 2011. دونك سيت اون اسوسيسيون بعد ما كانت ان تو بتي كلوب، دونك سيت اون اسوسيسيون اللي البيرو ناسيونال نتاعها في المكنين، واليوم موجوده تقريبا في 8 9 ولايات تقريبا. فما نوادي زاده في المدن، فما نوادي في الجامعات، فما نوادي في المدارس. الفيزيون تاعنا ولا الكونسيبت اسونسيلمون هو دو فورمي دي فوتور كرياتور اللي عندهم فكر نقدي، كيشوف الحاجات ينجم يخمم فيها اوترومون، ينجم يقول علاش ما نحطش البصمه نتاعي فيها، علاش ما نطورهاش، ولا علاش ما نطلعش بحاجه جديده. تو تسمعوا الاولاد اللي هما ما هم الا العين الاخيره من المشاركات الاخرانيه. حبيت نقول لك اللي في الشهر الاخراني كنا في ثلاثه تروا بول كبار على الاخر، يعني كنا في الصين ميدايي كيف في كوريا ميور بروجي تقريبا، وفي البرازيل. او في البرازيل. دونك نخليهم الاولاد يحكيوا على البالماريس نتاعهم. دونك اليوم اتست نشوفها اللي كيما برشا الجمعيات العلميه اللي قاعده تنشط بالكدا زاده في تونس، ويلزم الفيزيون هذه تولي قاعده، على خاطر اليوم المدرسه واحده ماهيش كابابل باش تعطينا ان انوفاتور. دونك لي كلوب
في الفيزيون دو كلوب زادا سي 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 افوار اسكو هذاك هو اللي حاشنا به ولا مي في ليسبري دو لاسوسياسيون دونك شيرشي انوفي انفونتي تحط البصمه نتاعك انت ان بو بارتو في الخدمه نتاعك بوركوا با فوار دي بروفي على خاطر ما عادش عندنا برشا حاجات نجمو نخدموا عليهم اذا كان نحبوا نعاودوا نقفوا على ساقينا مره واحده. صغير ينجم يشارك في الجمعيه؟ بالضبط سؤال في بلاصتو على الاخر على خاطر احنا ما احناش سيلكتيف كما يظهر معناتها مش معناتها اذا كان ما عندكش نيفو معين نتاع خلينا نقولوا انتليكتويال على خاطر ما نجمش نحكي على انتليكتويال في عمر 6 سنين اصلا هو مازال قاعد يتكون معناتها الـ 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 يعني البروفيل نتاعو اليوم ما نجمش نجي نقول هذا هو اللي حاجتي به وبا على خاطر احنا جوست باش نعاونوهم بور سو ديكوفغيغ على خاطر هما كل واحد من الصغار ولا من لي جون ولا حتى من الكبار عندهم بوتونسيال كبيره برشا يكتشف مهاراته باش نعاونوه باش يكتشف مهاراته يعني احنا عندنا لو لابوغاتوار في وسط لي اسوسياسيون في وسط لي كلوب نتاعنا ماهمش تخي بيان ايكيبي مي فما لو مينيموم باش يعاوننا باش نجمو نخدمو اليوم ولينا دي ليدور في الدومين دو روبوتيك بور انفون اللي قاعدين نخدمو في مبادره كبيره مع وزاره التربيه ان شاء الله باش نخدموا على ان كونكور دو روبوتيك كي اورينتي بور لي جون لي صغار خاطر ديما نلقاهم امبليكي مع لي زونيفرسيتي ما كاين لهمش حاجه وحدهم دونك اليوم فما حاجه كبيره دونك باش تطلع في تونس باش في شهر فيفري ان شاء الله باش يكون فاكس تونيزيا روبوتكس كومبيتيشن اللي هي ترشح الاكبر مسابقه نتاع روبوتيك تقريبا في العالم قاعدين نلوجوا كيفاش نجموا نشدوا لو ماكسيموم دي جون وخليني نقول لك من اكبر الحاجات اللي نظموهم اللي هي المسابقه الدوليه للعلوم والتكنولوجيا اسمها اي فيست اللي فيها 1200 مشارك تقريبا كل عام من 40 دوله اليوم تونس ماهيش وجهه سياحيه فقط اليوم تونس وجهه سياحيه عالميه في كل شهر مارس تنظم اتاست المسابقه الدوليه هذه الكبيره اللي ولات حلم من احلام الشباب الكل في العالم انهم يجيو يحضروا الكومبيتيشن هذه يشوفوا الصحراء يشوفوا المستوى الحقيقي اللي احنا نحبوا نخدموا عليه يشوفوا النور يشوفوا السود ويشوفوا تونس مش كيما وراوها لهم في الميديا شوفوا لي جون زاد تاع تونس مخترعين سي حاتم انت كون فو بارلي دو روبوتيك ان فيت حبيت نعرف شنو هو الترانش داج نتاع الصغيرات اللي يشاركوا في المسابقه نتاع الروبوتيك داكور دونك روبوتيك احنا تعودنا به تقريبا في قالب معين احنا باش نحاولوا نخرجوه من القالب هذاك على خاطر الروبوتيك ماهوش لو بتي روبو اللي يمشي على على زوز عجلي لي ميم كولور جون هذوك اللي نعرفوهم دونك سا سي بيان سي خلينا نقولوا حتى هذيك حاجه باهيه مي ابارتيغ دو 6 ans كل حد عنده البروغرام تاعو عنده الفيزيون تاعو دونك عندنا توت اون اكاديمي اللي اليوم باش تكون موجوده تقريبا في المدن الكل اللي معلوم مشاركه رمزي جدا خاطر نحبوا نلوجوا لو ماكسيموم بوسيبل دو تالون اللي نجموا غدوه ينجموا يكونوا موجودين في المسابقه هذه يعني من 6 سنين فما فوق كل حد يعرف يعمل حاجه ما عليه كان يتحرك ويتصل بينا واحنا باش كما قلت في اشتراك مع وزاره التربيه دونك تكون العمليه اسهل برشا اننا نوصل للمدارس والمعاهد والاعداديات. سامحوني انا نحب نسال صفي واحمد صباح الخير. اول حاجه نحب تقولي لي كيفاش عرفتوا الجمعيه وتحكي لنا شويه على لي بروجي نتاعكم وكيفاش كان التتويج. صافي بالحاجه حسين عمري 15 عام دونك صافي توا حكيت 3 عام اللي دخلت لاسوسياسيون اتست عن طريق سبيلينغ اللي هي كومبيتيسيون تصير نتاع كومبيتيسيون دونكلي سبيلينغ من وقتها دخلت تعرفت على الاسوسياسيون بديت نتعلم كيما العباد اللي قلت دخلت صغيره توا وليت انا نعلم زاده كيما انا دخلت صغيره توا وليت نقري في صغار سي ديجا حاجه دخلت عندي توا حكيت 3 ans هذايا ثلاث ولا اربعه حاجه هكا بما انه انت تحكي الاختراع نتاعك شنو استعملته كيفاش تتوجت باهي دونك السيستيم نتاعي هو ان سيستيم كي تو بيرمي دو كونترولي تا كونسوماسيون دو في الدار à partir d'une application في temps réel معناتها تنجم تعرف كل شيء مع الكونسوماسيون دو نتاعك ابليكاسيون في تليفون ولا وسيستيم الزوز اوكي دونك هو سيستيم باش يبدا مركب في المونجال نتاع الماء نتاعك وافيك لابليكاسيون باش تعاون روحك زادا دونك البروجي هذا يشارك في لاي فيست اللي هو الكومبيتيسيون اللي حكى عليها مسيو في تصير في تونس خذيت بها بروميير بلاس انا ما كنتش وحدي زادا كانت معايا زين بن ابراهيم وعزة الخفي دونك ترشحنا به ربحنا ترشحنا به لتايوان خذينا به دوزيام بلاس انا وزينب
في الكاتيجوري نتاعنا كاتخيام بلاس في ليفينمون الكل، واخر مره المره هذه مشيت به للبرازيل دونك خذيت به دوزيام بلاس في الكاتيجوري نتاعي، دوزيام بلاس في ليفينمون، وخذيت به سبيشال اوورد. احمد السلام السلام احمد سامحنا سامحني نحب نقول بالحق جو دو لو دير كوميم العباد راي الا 15 15 سنه شوف كيفاش تحكي معناتها طلاقه وتبارك الله عليك 5 و5 5 و5. احمد كيفاش شاركت في الجمعيه؟ شو الاحترام نتاعك اللي شاركت به؟ اسمي احمد الغربي عمري 17 عام شاركت في الجمعيه عندي بريسك انو توا كنت نقرا دي كوتشي قريو فيها وتوا وليت قري في الصغار و بريمير دوزيام تروازيام كاتريام. ما شاء الله. دونك الاحترام تاعك شنو احمد؟ الوغ البروجي نتاعنا هو ماشين تطبع برايل للناس اللي ما يعرفوش برايل هي لونغ للناس اللي ما تقراش اللي ما يقراوش لي نون فويون. الوغ هي ماشين تطبع بالبرايل الحاجه الجديده انها تطبع نجم كونتري نعمل كنترول بالكلام معناتها تمل عليها وهي تطبع اي لغه. الوغ شاركنا بالبروجي نتاعنا في اي فيست تونيجيا المهرجان الدولي للعلوم والتكنولوجيا مع ياسين ميلاد وشيماء زخامه وزينب بن ابراهيم. البروجي نتاعنا شارك في كومبيتيسيون في الصين ربحنا به دوزيام بلاس وسبيشال اوورد، وشاركنا به في البرازيل ربحنا به تروازيام بلاس و ثروزيام بلاس في اون جينيرال و كاتريام بلاس في الكاتيجوري نتاعنا. برافو يعطيكم الصحة. ما شاء الله عليكم ما شاء الله. سي حاتم يقول القائل بلي الاختراعات محلاهم وخذوا فيهم برشا دي بخي، اي ومن بعد الاختراعات هذو يشوفوا النور وقتاش وعند شكون؟ اسكو في تونس ولا البرا ولا؟ نفس السؤال المفصلي اللي كل مره يعرضنا على خاطر حاجه مهمه برشا، والحاجه حبيت نعرج شويه على كما تفضلت وشفت قلت لي فما طلاقه في الحديث على خاطر حتى احمد في اتست الديفلوبمون تاع توسكي سوفت سكيلز تونو نيسيسيتي اليوم على خاطر كل واحد فيهم ستان كوتش اللي كل نهار حد يقوم الصباح ويمشي 8 نتاع الصباح عنده ميسيون عنده 20 صغير يلزم يدربهم كيلكو باغ اون طون كو ايدول نتاعهم هما اون طون كو رومبورتور دو بري اليشيل انترناسيونال. دونك لهنا شنو نقولوا؟ نقولوا اللي لي بروجي هذوما الي طون باش يطلعوا لبرا، البرا مش من تونس، يطلعوا لبرا من الخزانه. يطلعوا لبرا من الخزانه، دونك ديجا في اتصالات كبيره مع وزاره الاشراف، على خاطر ان تال بروجي كيما لو كونترولور دو كونسوماسيون دو حاجه مهمه برشا، واليوم داخل لتونس قاعد نشوف تقريبا في ليزافيش بيبليسيتير الكل الروبيني المخنوق هذيك حاشاكم، دونك فوالا دونك ان بروجي ان برودوي تونيزيان 100% كي ديفلوبي في لي لابو دو اتست اليوم حاضر pour l'utilisation, donc il y a 60% de consommation d'eau. La partie deuxième, c'est l'imprimante Braille, elle est un projet Kemel pour l'accessibilité ou les non-voyants ou les malvoyants. Et les gens qui ont l'air de faire un peu de temps, ils ont l'air de faire c'est presque impossible qu'on ne soit pas en train de faire un peu de temps. Donc, on a l'air de faire un peu de temps pour l'année, on a l'air de faire un peu de temps. Et nous avons l'air de faire un peu de réalisation de ce projet. Donc, c'est Mohamed Bouffet spécialement. Donc, c'est un non-voyant. معنا بالكدا ودونك مشى معنا في كوميونيكاسيون باش نجمنا نوصلوا لل لل للبرودوي فينال هذايا. اليوم اي سون بري اتر كوميرسياليزي، دونك احنا دورنا الجمعيات بلوز او موفي. انتم الجمعيه هذول ماهوش اول اختراعات هذوما اللي عملتوا اختراعات فما بوكو دوت اللي سبقوا شنو هو مصيرهم؟ اللي سبقوا فيهم اللي اون ايتا ديكسبلواتاسيون، فيهم اون ايتا دو ديفلوبمون في تونس في تونس ليشيل لوكال بلوز او موا، دونك يلزمهم يطلعوا الاكثر للسوق اكثر نقولوا، اما لا فيرسيون فينال نتاع البروجي سا نيسيسيت وقفه نوع اخر، سا نيسيسيت ان ستارت اب بوركوا با. دونك اليوم لازم شكون من الوزارات ولا من الناس اللي يحبوا يتبنوا المشروع هذا نقولوا هذا مشروع تونسي احنا نحبوا يقع تونسي وداير باش يقع تونسي، دونك انا با دوتر شوا على خاطر هو اللي في انطلاقا من لو بوزوان نتاعنا لهنا لوكو. تو بارتيسيب كيما قلت انت على ليشيل انترناسيونال تاع بالماريس هي ما هي الا مويان
باش نجيو لهنا باش اترافيركم انتم نجموا نعدوا باش البلدان الاخرى تشوف البروجي وتاخذوا هي. لا لا ما ياخذوش كان باش ياخذوا راهم ياخذوا عندنا 10 سنين نخدموا توا دونك ما ياخذوا حتى شهر ما ياخذوش ماهيش حاجه باهيه برشا انهم زاد ما ياخذوش مي نحبوه مازال نحبوا يطلع من هنا البروجي بعث لي كان يحب ياخذوا دونك ينجم ياخذوا. باهي ميرسي بوكو سي حبيبه تحب تقول حاجه؟ اي حبيت نعرف الافكار نتاع لي بروجي هذوما معناتها فكره جماعيه مثلا نتاع صفاي ولا نتاع احمد هل انه فكرتها هي ولا ينطلق من لابوراتوار؟ خليني نقول لك ديما نقول لهم اللي كان عندي فكره باهيه سوي سيغ كوني مش نعطيه الكليك. دونك نعاونهم باش يلقاو فكره يخدموا اون جروب كيما لاحظت لهنا دونك فما سامي تعاودت وماهيش موجوده لنا فما بوكو دي جون كي بارتيسيب مي اون دون با كلي اون ما نجيش نعطيك نقول لك هاو البروجي تخدم عليه اذا كان مش ولدك راك ماكش تصبر عليه دونك لهنا لو بروجي يخرج من برشا خدمه ثلاثه واربع سنين باش ينجم البروجي يطلع دونك جو في باسي جوست ان ابيل نقول لهم الناس الكل بوجي الاقرب اسوسياسيون سيونتيفيك بحذاك ان كلوب كان قيت اتاست تون ميو ما قيتش اتاست فما بوكو دوتر اسوسياسيون كي ترافاي المستقبل غادي. ميرسي بوكو سي حاتم سليمان، ميرسي بوكو صفاء بالحاج حسن، ميرسي بوكو احمد الغربي، اي ميرسي بوكو الجمعيه التونسيه للعلوم. احنا توا نخرجوا ريبورتاج الخاص بزميلتنا منير الحرزي على الحيط. عسلامة ومرحبا بكم في جولة سريعة لأهم الأخبار اللي شغلت الرأي العام هاليامات، ونبدأها بالأخبار الأولاني اللي جينا في شكل صورة مثيرة للسخرية أكثر من حاجة أخرى. حافلة واقفة والباب اللي يدخلوا منه الركاب وينزلوا بالضبط وبالملي قدام قناة تصريف مفتوحة، الشيء اللي خلى الصورة دارت برشا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما زلنا مش فاهمين الخطأ خطأ شكون، سائق الحافلة اللي واقف في بلاصة خطيرة على الركاب وإلا الغلطة من غطاء الحفرة اللي مش موجود. التعليق جات أشكال وألوان أما كلها تجتمع في مبدأ السخرية، فيهم اللي قال إن لله وإن إليه راجعون، وغيره قال اللي ما خلصش يهبط، وما كذبش اللي قال كثر الهم يضحك. الاخبار اللي بعده خبر يعد من بين الاخبار الايجابيه اللي تبين وانه في قلوب التوانسه فما رحمه كبيره مش كاين بين بعضهم فقط اما حتى تجاه الحيوانات. ملجا للحيوانات وتحديدا للقطاطس والكلاب في ضواحي العاصمه تونس في منطقه زراعيه ويمتد على مساحه 3000 متر مربع، ويتم في الملجا هذا تقديم الاكل والدواء ويعتمد بشكل كلي على جهود ومبادرات متطوعين ومعهم 4 عمال قاريين يتلهوا بالحيوانات ويحميوهم من اخطار الشيء. والصغيرات اللي يحبوا يمشيوا ويلعبوا مع الحيوانات فإنه مسموح لهم فقط عند مرافقة أوليائهم ليهم. الخبر الموالي ما يقعدش بينا في الأجواء الإيجابية خاصة وقت اللي الحكاية تكون متعلقة بتراثنا، ومش أي تراث، الشاشية وما أدراك، مصنع الشاشية التونسي الوحيد في إفريقيا على وشك الاندثار بسبب التهميش وانعدام التهيئة، وهذا اللي تبينوا الصور اللي قدامنا، هذا علما وأنه ماكينة واحدة اللي تمشي والبقية الكل معطلين. علاش هتهميش هذا الكل؟ وعلاش ما عندناش هالاهتمام اللي لازمنا نهتموه بتراثنا اللي يمثل ماضينا ويمثل حاضرنا؟ وكيف هالصور اللي تظهر فيها الماكينات قديمة برشا وشبابك مكسرة تبعث على الحزن، ونتمنوا من الناس المعنيين بالتراث يتحركوا ويعملوا حاجة لإنقاذ هالمصنع اللي المفروض أنه فخر لتونس. دونك هذه كانت أخبار على الحيط مضى زميلتنا منيا الحرزي. رأيكم البنات؟ انا باش نحكي على الغطاس والكلاب نبدا داكور. انا باش نحكي على الغطاس والكلاب اللي انا سبق وحكيت فيه في اول سيزون تاعنا كيف رجعنا اللي هي قلت راهو وقتها قلنا يقتلوا الكلاب ويخليهم ملوحين في الشارع فوالا. دونك هذا سي ان اكزامبل نتاع الحلول اللي نجموا نعملوها للغطاس والكلاب هذوما، يعطيهم الصحه باعثين المشروع هذايا ولا هو جمعيه بلوتو يعطيهم الف الف صحه. ولكن يا بلديات يا توانسه صحيح ما فماش انتم ما كنتوش قاعدين تعملوا في الكياسات وما كنتوش تعملوا في التروتوارات، وفما الخبر الثاني تتعلق عليه بوتيت قدره ولا فاطمه اللي هو نتاع الحفله هذيك. دونك قاعدين نشوفوا في هذا الكل ونعرف اللي باش نقولوا انا سي ترو اوتوبيست وطوبة وي و و و و ولكن اكل الكلاب والقطاطس في عود من ياخذوا لهم الكرتوج والمكحله وكرهبه واسانس انهم يخرجوا سا روفيون ما نعطيكم في حل اللي هو مانيش قاعده نجي نقول في حاجات الدنيا الورديه قال الراجل في عود هذا الكل يتكلف فلوس تقتلوا به الكلاب وتخليهم لوحين في الشارع وتروحوا نجموا تعملوا دي فاكسون الكلاب هذوما بنفس الفلوس اللي قاعدين تعملوا بها في الحوايج الاخرى، تعملوا بهم دي فاكسان وتخليوهم يدوروا في الشارع كيف ما يقولوا. دونك في جو بران توجور ليكزامبل نتاع تركيا اللي قطط وكلاب المدينه مزينين المدينه ولاو ان اوبجي توريستيك معناتها في وسط ولاو العباد معناتها ولات اون مارك نتاع اسطنبول الكلاب والقطط نتاعها.
ما نزيدش حتى كلمة. باه تحبوني على القالول ولا على علي تحب الراي فاست الكار؟ والله صدفة على خاطر ماهيش حفرة بركة، هو وقف بحذاها مريم حفرة دنيا بارتو كل مرة في حفرة، وزيد باش تشجع العباد باش يقولوا بسم الله باش يفحجوا على عليها معناها. تقولي ما خلصت تحس عاملين اللي ما خلصت. اي اوبا طول غاديك. اما دوماج البلاد الكل هكاك الكار وقفت غادي معناها. اما الخبر نتاع المصنع نتاع شويشي في بالي خبر برك باش نعلق عليه؟ لي لي وه هي بي. قالت انا كنت باش نعلق على ايه اوكي عقب خليهولك في بالي تستاهل نقول كلمة اوكي كلمة الشواشي يتسولوا يتصنعوا في الصيف هذيك باش تقولوا بيناتك تقول حاجة أخرى الفست نردوا ميرسي بالرسمي صناعة الشواشي في تونس صناعة غريبة شوي علاش؟ ديما كل ما يجوا دي زارتيزون تلقاهم يحكوش على الشواشي على فترة فيها سر الصناعة نتاعها السر هذاك اللي تورثوه ما يعطيوش يعني أنت عندك مصنع باش معناها هذيك ثروة قومية خاطر احنا ما عندناش السر نتاعك هو السر ومش في المصنع باش يكون في بالك السر انهم فما ايتاب من ليزيتاب يتعطوا للنساء في ديارهم فميكا يكمن السر من الاسرار فهمت دونك انت المراه باش تمشي تلقاها شكون لهنا البحث فهمت لازم نجيبوا الاف بي اي يطلعوني دونك حبيت نقول اون جينيرال حكايه الكلاب والقطات حبيبه اللي تلقاهم في الشارع انا ما نشوفهاش حل معناها باش يكونوا زينه في الشارع سورتو كوما يتكاثروا مش باش ياخذوا يحصروا فيه ما حصروش عملوا ديبوبيل معناها باش يقوموا يعملوا الكلاب. انا ما نشتركش الراي، فما دوله في العالم قاعده حاصرتهم الكلاب والقطاط وتعملوا لا كاستراسيون اون فيت، لا سوليسيون سي لا كاستراسيون. جمعياتي دونك ضد الحكايه هذه. دونك حبيبه نحكي على الشاشيه زاده، حبيت نقول انه في عوض نوردوا في الشاشيات وندخلوا الاسواق نتاعنا التونسيه نلقاو شاشيه جايه من الصين وشاشيات اخرى مش تونسيه، ماذا بينا كان نعتنيوا شويه بتراثنا هذا وتقاليدنا سورتو كو هاكم تشوفوا معنا معناتها ايامات نحتفلوا بهم باللبسه التقليديه نتاعنا الجبه والشاشيه والبلغه واللي تحب انت والمقياس وغيره وغيره، هذا من كل ماذا بينا يقعدوا التامبغ نتاع تونس وما يتعطوا لحتى حد وما نوليوش نجيبوهم من الصين ومن بلدان اخرى، دونك نحب نتعدى الشيفه تحيه كان عندك تعليقات مدام مرحبا. مرحبا يا فاطمه والله شو نقول لك انا لو كان تشوف كي نحل باب الدار كيفاش القطاطس يجوني جراو خاطر نعطي فيهم في الماكله شيء يحزن القلب شيء اسف المشكله كونه كي تشوف الوالدين كيفاش يعمل هكا قدام ولده يشوت قطوس يلطخوا هكا والله شيء يوجع القلب ما يعرفش اللي العنف راهو هذاك مع الحيوان ما يورد الا العنف فيزافي معناها العباد ما مش مع الحيوان بركه راهو كيما عنيف عبد مع الحيوان عنيف مع نفسه مع عائلته مع الناس الكل شيء يوجع القلب على الغالب ومظهر البلاد راهو يظهر بهوايش راهو اذا كان الهوايش سون بونيتا راهي البلاد باهيه راهي اون بونيتا كل واحد يلبس على قياسه بون فاطمه انا عندي العدس هذايا الكوغاي قلت لك غسلته مليح نحيت له النشا نتاعو طاح النشا في الماء غسلته برشا مرات حتى لين الماء نتاعو يولي ترونسبارون يولي الماء نتاعو ترونسبارون نحطه نصمته ونقعد نتلهي به ما نبعدش عليه خاطر في صعيتيب نحي بالليكيموار نحي الكشكوشه الفوقانيه ونقعد ساعه ساعه نذوق كعبه كي نلقاه طاب توت سويت نخرج ونحطه في الماء البارد باش نقص التطيب معناها يفو اغيتي لا كويسون يقف التطيب وقت تهز العدس وتحطه في الماء البارد ومن بعد نبردو كومبليتمون نحطو في كسكاس يستقطر اكوتي حضرت له شويه قارص وباش نحط عليه شويه زيت زيان باش نحط عليه شويه ثوم حطيته قصيته جويد بالكل باش نحط شويه معدنوس ونخلطه ويجي سلطه بنينه برشا وما نفعها برشا او حطيت الثوم مع القارص نتاعي معناها من السلايت اللي تاكلهم مع كل شيء كان عندك طاجين تاكل معاه سلطه هكا ولا شويه اسكالوب مشوي مليحه ماهيش مخليتنا في الاسكالوب ولا في خض الدجاج هذا الكل يمشي مع السلطه هذه البنينه راهو منه سلطه ومنه فيكولون على خاطر هو عباره على عجين معناها سي ليجومينوز ولا العدس فيه برشا حاجات فوائد والعدس هذايا الكوغاي في يتيب في ساعة في ساعة معناها في دقيقتين ثلاثة ديجا عندك سلطة مفوحة مريقلة أمورها واضحة والبنة بنين برشا حبيت جست نوريكم اللي أنا كيفاش فوحتها ماهيش معجنة كان لقيتها باش تلصق شوية بعضها زيدوها شوية زيت زين
معناها زيت هذية بيو بنين مع السلطة هذية هيك دون لا سامبليسيتي. تو كي نحط بحذاها شوية طاجين بتنجيلة تو تشوف الاثنين مع بعضهم مشابهم. يعطيك الصحة شيف فتحية. مش قولكم البنات نمشيو نشوفوا البوند انونس الفيلم رعب تونسي دشرة امضاء عبد الحميد بوشناق. لازمني نكمل لونكيت اللي وعدتك بيها ونكتب الارتيكل اللي جيت على خاطره. صافا مدام؟ دونك سا سرا اون انكيت سو فورم دو ريبورتاج فيلمي. مثبته يا بنتي؟ مانيش نخلوا ذي بليل، قلت لك غدوه صبيح نمشيو نصوروا عاد. هاي الناس ثبت لي ثبت. ولي روحي في ساعة. نزلت تشوفك المرأة اللي لابسة بالنقعد. احكي لي شنو اللي تشوف؟ أو بانيي اللي السحر معترف به برشا ديانات وبرشا ثقافات والسحر موجود في القرآن. نهار جاو يلقاوها مذبوحة وهي يديها وساقيها مسلسلين، كل ما يغرزولها قلع الغرز. سحارة ولا ما هي السحارة؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وفي السماء ولا في السماء دونك كما كنت تشوفوا في البوند انونس الفيلم الرعب امضاء سي عبد الحميد بوشناق المخرج التونسي. مرحبا بك سيدي. عايش بكم، صباح الخير، ان شاء الله نهاركم مبروك. مبروك ساعه على الفيلم، مبروك عايش. على السكسي اللي عملوا الفيلم، على لي كومونتير اللي صارت حتى في لي ريزو سوسيو، دونك الكلهم يشكروا في الفيلم اللي مشى شاف واللي يشجع في العباد باش يمشي تشوفوا. اكزاكتومون هذه علاش عملنا الفيلم احنا وعلاش تعبنا عليه عام كامل على اللحظه هذيك اللي تعديت وعلى لي رياكسيون تاع الناس، وهذيك اهم حاجه احنا نعملوا في السينما للناس. دونك مش لازم تكون راك ياسر مغروم بالسينما باش تحب فيلم، يسوفي جوست حسيت الفيلم وكهو هذاك هو. اوني فرحانين ياسر اون توليكا، ومازلنا عندنا هكا برشا اوني اكسيتي. فيلم رعب تونسي ماهيش الاولى في تونس، معناتها فما محاولات قبل عبد الحميد صارت. مي انت علاش مشيت لفيلم الرعب؟ علاش مشيت للجونغ هذا نتاع الافلام؟ انا حبيت نحكي حكايه افون تو، حبيتش نعمل فيلم رعب باش نعمل فيلم رعب كهو ولا باش نكون انا من الاولانيين، ولا حبيت نحكي حكايه والحكايه نتاعي كان فيها حاجات تخوف ويخوفونا احنا توانسه. دونك فيلم الرعب فرض روحه نوعا ما، لكن انا حبيت نعمل فيلم وفيلم ما يعجب الناس، هذيك اهم حاجه بالنسبه لي. معناتها الحكايه فرضت لو جونغ، الحكايه هي اللي فرضت لو جونغ. اكزاكتومون، من بعد كي شفت لي انا ماشي في جونغ دو فيلم دوغور، عملت لي فغي كود دو جونغ، فما بوكو دوماج برشا افلام انا حبيتهم وانا صغير، دونك يا بوكو دو كلان دوي. عبد الحميد ما تحسش فما دي سين قويين شويه في الفيلم اللي معناها المتفرج التونسي يشكيوه شويه؟ معناها مش حكيت اعجاب، حكيت شوك. ذاك فركست عليه والا معناها هو ذاك سافي بارتي من طريقتي في الاخراج يعني، حتى في هذوكم فما ولا في السيري اللي كانت موجوده في الانترنت قبل جو سوي دون لو شوك. انا هذيك هي خاطر انا اغزر العبد، مش العبد، نحكي على المتفرج التونسي يمكن ساتيغ سون اتونسيون اكثر، تقعد له في مخه اكثر، فهمت؟ مي سي ماني طريقه في الاخراج وطريقه رؤيه يعني معينه، لكن مش عملته باش نقزز الناس ولا خاطر فما برشا افلام الجور بار اكزومبل اللي هما ياخذوا الاكستريم، لكن انا فما حكايه كيبدا لازم باش تكون فما اون سين شوكونت نحطها بطريقه كرو يعني ما نشببهاش يعني. الممثلين اللي معناتها كانوا ابطال في الفيلم هذا ما كانوش الكلهم معروفين، معناها اذا هكا اختيارك انت والا اختيار مني انا.
هي اختيار وتحدي مني أنا، حبيت جوست نوري اللي رانا عنا طاقات وعنا ممثلين اللي هما إن شاء الله نتمنى يكونوا، وعندي متأكد اللي هما بشوالي ديتي دافيش تخي تخي بخشين معه، وهذه حاجة تفرحني كان أنا نكون ساهمت في النجاح متاحهم. ميسي دي تالون إكسخاردينير، ياسمين دي ميسي اللي شخصية رئيسية تو تكتشفوها وتشوفوا نوع جديد تاع تمثيل اللي هو تخي رياليست للناس، شفت روحها ديريكتومون سورتو نسيه شافوا روحهم فيها من المشاهد الاولانيين سورتو افيك لو ديالوج وكل. فمع عزيز جبالي اللي هو تو قاعد يعمل في زاده في الخطه نتاعو في السينما مثل مع فيلم مع فيلم نجيب بالقاضي وبلال سلطنيه، فما ممثل معروف اللي هو بحري الرحالي اللي هو لو سول اللي هو كان انتوغيب دي جون، وفما هادي الماجي زاده، وفما هي العياد اللي هي دور منجيه في الفيلم اللي من اصعب الادوار اللي عندها اللي موجودين في الفيلم، شخصيه تري سبيسيال. فما طفله صغيره كاهنه عطيه زاده بنت كاهنه عطيه اسمها كاهنه عطيه مونت كاهنه مدب اللي هي بنت مروان مدب وسمية بو علي، كانت طفله زاده اللي هي ما تفرجتش في الفيلم وما تنجمش تفرج فيه لما تخلط عمرها 12 سنه. باهي عبد الحميد، ما تحسش اللي كي تتعامل مع ممثلين تلقاهم مثلا ما مثلوش ولا ما عندهمش كارير، انت خذيت الريسك مش تعامل معاهم، والا انت تو برون لو ريسك وتابع الرؤيه نتاعك. انا مانيش معاك سامحني يا عبد الحميد، هنا يظهر لي قوه لو ديريكتور لا ديريكسيون داكتور اي لو رياليزاتور، دونك سي سون رول كوم ايتو ان رياليزاتور. اي مي كي تبدا تتعامل مع ناس انا خدمت معاهم نعرفهم، هما ولاد تياتر ستوديو هما خاطر تياتر ستوديو عن توفيق جبالي، وهذه مدرسه ولات راهو نحب ولا نكره، خرجت برشا اجيال وفما ممثلين تكتشفوهم اون بليس. قلت لك سي دي جون اللي انا خدمت معاهم دونك نعرفهم في المسرح، نعرف طاقاتهم، ماهمش خاطر اصدقائي برك راهما خاطرهم هما موهوبين، وخاطر انا عرفت كل انا كتبت راني سيناريو باساميهم دونك كاتب سيناريو على كل شخصيه نعرفها شنو تنجم تعمل شنو ما تعملش دونك فوالا دونك نعرفهم شنو ينجموا يعملوا. سهلت لي ياسر المهمه التالون بتاعهم سهل عليا انا كديريكسيون داكتور. فما ثقه اوسي راهو كيبدا الممثل عاطيك الثقه وانا عاطيه الثقه زاد كيف كيف حاجه تتعدى بطبيعتها، وما مشاوش معايا في الفيلم باش يربحوا فلوس ولا باش يوليو مشهورين، مشاو خاطر تشالنج هو اي فوالا سي ان بروجي اللي كلنا عملناه مع بعضنا وكلنا خذينا الريسك كلنا. فما اللي كان عنده خدمه ووقف خدمه نتاعو وبطل، فما اللي بطل وقال انا باش نولي نكمل حياتي ممثل، وهذه شجاعه منهم الناس هذوما اللي راهم ما عندناش ما نديروش واعيين راهو باللو ريسك اللي ياخذوه الناس هذوما وكومون يزافخونت لو ريغار نتاع عائلاتهم نتاع الناس القراب ليهم. اللي حتى انا راهو في الناس اللي قراب كيف كيف يبداو يغزروك يقول لك تي برا امشي حل القهوه كافيتيريا تبدا حاجه سور مسمار في حيط وكل، واحنا اوني اون تران دو كونتينيي اغيفي و مون سول نوتر سول اوبجيكتيف سي كوا فينالمون سي دو فو فير ريفي ولا فوالا. نتحملوا مسؤوليه هذا الكل ونتحملوا نظره الناس اللي مازالت مش عاطتنا الثقه، لكن الفيلم هذا ان شاء الله يبدل برشا اراء الناس على السينما وعلى مستقبل السينما ولا التمثيل في تونس. عبد الحميد سامحني بالله لحظه لا ترانزيسيون عبد الحميد احنا نلوموا على المخرجين الكبار التوانسه ان هما يحب هو يكون المخرج هو سيناريست سينما دوتور معناها كل شيء، دونك حتى انتوما لي جون نفس الحكايه انت السيناريست وانت المخرج، علاش ما خرجتش من الجلباب هذاك اللي متعارف في السينما التونسيه؟ باهي انا اولا ما عنديش راهو العقده نتاع كلي خاطرني مخرج ما لازمنيش نكتب سيناريو، ما عنديش منها الحكايه. تارانتينو مخرج ويكتب سيناريو، سكورسيز جودار يعني موجودين، كوبولا كتب زادة يعني هذايا لازمنا نحكموا على الفيلم مش نحكموا على شكون خدم شكون. انا خدمت الانتاج وعملت المونتاج نتاع الفيلم وكتبت السيناريو يعني بعد تحكم على الفيلم. شارلي شابلين عمل انتاج اخراج موسيقى مونتاج ومثل. ما عندناش في تونس الناس اللي نجموا يحكموا هذا الكل ونجموا يشوفوا الرؤيه نتاع عبد الحميد معناها. لا عندنا، لكن انا ما تعاملتش مع ناس اخرين وان شاء الله ماذا بيا انا نعمل ادابتاسيون ولا انا نكتب على خاطرني نكتب روحي دون لو سونس اللي فما حاجات انا كي نكتبهم نعرف كيفاش باش نصورهم يمكن اسهل لي، لكن تعامله مع مخرج مع كاتب سيناريو ولا تعامله مع كاتب نتاع يعني مؤلف نتاع كتاب باش تاخذ له ديما راهي المعامله تكون سي ان بغاد فيغرا هو. لكن في تونس ما عندناش الثقافه هذيك نتاع تخدم سيناريو نتاع عبد اخر، لكن سي ان تخيك انريشيسون بالعكس راهو
نتصور انا كان نخدم مع فيلم مع كاتب سيناريو اخر يمكن الفيلم يطلع حاجه اللي حتى انا المسيو بخون ماذا بيا نجربها تجربه. كان عندنا راه كتب سيناريو عندنا كتب عندنا وفما حتى في السينما دو جونغ فما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الاعمال الجايه القادمه ما عنديش الامكانيات باش نشري سيناريو انا. ليلى تنبيع لك باش تما في حبيبه قال لي قلت لي اسكو تو ادي فاطمه راه هو معناتها تاخذ سيناريو سا سا اونتر اوسي دون لو سينما كوميرسيال لي سينما كوميرسيال وي سي بون كونت اون بار دو سينما دو جونغ سي با سي با توجور كوميرسيال طارق شعبان سيناريست ما يخدمش سينما دو كوميرس معناها كوميرسيال كوا بي انا لا سؤالك اللي قصيتك عليه لا ترانزيسيون سيتي عبد الحميد قال قبيله قال اون لا بور فير ريفي لي جون وي داخله قبيله باش نحكي باش نعمل كرونيك مش سي با اون كيستيون مي سي اون كرونيك اللي قلت وين داخله قلت يا اليوم عبد الحميد معنا ومعنا مع زميلتنا في الاوف قلت لها انا جي فيو لا بريزونطاسيون تاعك في الفيلم في جي سي سي بوندون لي جي سي سي كومون سا في كومبلي وقتاش حكيت وقت اللي حكيت على التمويل وقلت انا معناتها عملت برشا تضحيات باش وصلت عملت الفيلم هذايا اي مو جو دي طول تان طول تان للعباد للناس اللي يتفرجوا فينا اصحابنا نقول heureusement qu'il y ait ces jeunes là اللي قاعدين يفكوا في بلاصتهم دونك حكيت من الاول على على العالم السينماتوغرافي نتاعك ليكول سينماتوغرافيك وحكيت على هذوكم اللي هي فما تبعه فما بسمه نتاعك حكيت على دشره كيف كيف دونك جو فولي سافوار شنو هالعالم السينماتوغرافي سينماتوغرافيك دو عبد الحميد بوشنيق سا سي ما بروميير كيستيون لا دوزيام كيستيون Hey, c'est une chronique, j'ai dit ça. La deuxième, question, c'est que j'étais pas surprise de le sujet. Parce que quand on a une petite fille, on parle de la chrafait, de la rohbaine, de la cirque de maza. Pourquoi on parle de la chrafait Bouchkara, c'est soft. Parce qu'on parle de la chrafait de gore, de la chrafait de chabi, de la chrafait de chabi. Abd Al-Hamid a dit que c'est une histoire vraie. مستوحات من احداث واقعيه جوستمون مش القصه واقعيه اي من احداث واقعيه دونك مو سا مو سوربرون با على خاطر الخرافيت اللي كنت نسمعها من قبل من عزيزي والكل سي نو ان فيت سو كو تو في سي نو دونك فوالا هذاك شان حبيت سي بور سا كو سا مارش على خاطر باش تقدم للمتفرج التونسي اللي هو صعيب ياسر باش تقدم له حاجه هو يحسها لازم يرى فيها روحه لازم يعرفها لازم تخوفه لازمها هي ديجا خوفت قبل دونك انا خدمت على هذاك وخدمت على برشا احداث صارت فما برشا شخصيات مانيش نعطي لي ديتاي اللي انا شفتهم فما برشا حاجات بالحق فما برشا حاجات ريتهم وما نجمش نحكي عليهم كيفاش ريتهم خاطر فما برشا حاجات في الفيلم اللي يعني كان نحكي لكم عليهم توا لما يفوتوا الفيلم فهمت لكن انا مانيش باش نحكي وعمري ما باش نقول سبيت باش يقعدوا لي سكري دو فيلم دو تورناج حتى ليكيب راهم في بلهاش لان شفت عباد هكاك فهمت لكن عاونوني الاحداث الواقعيه اللي بالحق وراهي لا رياليتي ديباس لا فيكسيون بيسر تخوف اكثر فهمت فما حاجات ما نجمش نحطهم فما حاجات قويت على روحي باش حطيتهم فما حاجات انا قعدنا في المونتاج وتقلقت كي نعمل فيها وانا كاتب سيناريو على خاطر خدمه نتاع ديكور خدمه نتاع مكياج وخدمه نتاع الممثلين وخدمه فريمون نتاع لي زاكسيسوار وفاطمه مدني اللي هي ديكوراتريس حتى يعني راهو سي دي ديتاي تو احنا على الصباح باش نقول لكم شنو لكن فما اون كولور معينه نتاع الدم اللي لازمنيش نفوتها خاطر تولي ريديكول كان نفوت يعني لا كولور نتاع الدم وفما فرق ما بين الدم ديريكتومون الدم كي عبد كي يخرج منه ديريكتومون انت في البرد يخرج منه الدخان دونك سي دي تروك سي دي ديتاي اللي احنا خدمنا عليهم فهمت دونك فوالا المونت سينماتوغرافيك نتاعي انا مازلت ما نعرفوش نلوج عليه لكن فوالا وما نجمش نعرفه الناس هي اللي تولي تعقل هذا يقول لك سيديو عبد الحميد بوشناق سخي هذاك اكبر اونور بالنسبه لي انا كما تو تغزر التارنتينو ديريكت تقول هذا فيلم سي سون جون انا وي عندي بوكو دو فيولونس مي لا فيولونس نجم تكون في الكوميديا نجم تكون سي با سا ان فيت جو سوي تري كرو في الخدمه نتاعي ما نزينش ولكن جي ان كوتي فانتازيست يعني انا نجم نشوف عبد يطير في تعرفوا الوليد الصغير اللي كان احنا واحنا صغار
وكل واحد يبدا قاعد في بيته ويبدا يلعب مع عبد اخر ولا مع وما نقلقوش ما نقلقوش ما نعرفوش شكونو ست بيرسون اللي تبدا قاعد وتلعب عروسه وتعمل خيمه تحت الفرش وتبدا تتخبى وتتخبى وتحس فما عبد خلط وراك وزعما هربت منه نعش بتتخن لازم نعمل بسيكاناليز ما كنا عشنا هذيك سيتونفون فوالا انا سيتونفون لا ما يهزو معايا فهمني حتى لين كبرت دونك اللي توجور افيك موا دونك نسمعو كونت إلا دي شوز ترى نسرح الكل احنا صغار كنا تخيلنا روحنا نطير ونطير وبا فوالا انا جو لي مي دون مي فيلم ان شاء الله فوالا سي سا سي سا مومون لو مومون لي اكزيست عند الناس الكل راهو جوست احنا نسيناه انا ما نسيتوش خليته معايا دونك هذاك علاش انت مخرج عبد الحميد وبالحق عندك بصمه ياسر مزيانه سورتو كاليتي ديماج والجونغ زاد حتى ماشي كاليتي ديماج والكيب نتاعو هو مدير التصوير وصديقي وهو اللي عيني في الفيلم انا كتبته وهو راه واحنا عينينا في البلاتو لا دره باسكو تو باش تسمعنا برك عاد تعمل دره ترجع خاص تشوف حاجه اخرى هذايا باش نرجعك كبير فرد مره عسلامة ومرحبا بكم في نشره الخنار والاخبار الاولاني على محبوب الجماهير قاهر قلوب لعزره سيد الرئيس الباجي قائد السبسي اللي في اخر ندوه الصحفيه جبد على عمره وقال انا مانيش صانع بتاع شطيح باش نخبي عمري الناس الكل ولينا نعرفوا طبيعته وسيل باجي وحد نورمالمون ما يتقلق من جمله كيما هذه لا وه 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 كيفاش مال الحيرو اسمنا ونخليو العباد يحكيوا علينا كيما رشدي بالقاسمي بعد ما سمع هالتصريح مشى كتب ستاتيو في الكونت فيسبوك نتاعو وقال كان رئيس الدولة أعلى هرم في السلطة ويحكي هكا على الشطيح إش مزلنا نستنيو من الشعب لكن خليني نواجه رسالة للبجبوج ونعلمو بحويجة ممكن تفيدو عندي شطيح أشرف من السياسة وممارسي الشطيح أشرف من ممارسي السياسة شكون فخ عليك يا ولعة من أول الدنيا وفي العالم الكل اغلب لي زارتيست ما يقولوش على اساميهم والصنعة بتاع الشطيح ارتيستا وبريتو سياسي ولا شطاح كيف كيف كلنا على رؤوس يوم الايام يلا الخبر الثاني على الممثله التونسيه حبيبه قلبي الفنانه هند صبري باغي ماتش واحده من اقوى واشهر المجلات الفرنسويه اختارت هند باش تظهر على غلافها المجلة خذت موضوع الفنانات اللي مشاو لمصر ونجحوا واعتبروا انه هند صبري هي اكثر فنانة مهاجرة توا ناجحة في مصر والعالم العربي جس نحب نقول لكم حويجة مجلة باغي ماتش هذه اول مرة تنشر تصويرة فنانة عربية على الغلاف نتاعها لكن اللي نعرفوه اللي المجلات هذوما الكبار عندهم بودجي كبير نتاع شوتينغ نتاع الغلاف نتاعها مالاش بيها تصويرتك هكا يا هند حكم تعليق المجلة قالت لك تصور توا توا كيما انت وابعث لي التصويره توا توا بعث لهم تصويرتك قبل ما تدخل الدوش بيان سور ماريو الخلع وشعر مكبس بالزيت عادي دخل البيت البانو محلاها لا هي محلاها في اللي زيت الكل هي شو محلاها محلاها كيكه صرا شعر ملطخ بالزيت والله ها المخرج قالها لك اوكي اخر اخبار على هيك الكوب المحنون اللي الهم العالم الكل بقصه الحب اللي دامت 11 سنه واللي وفات قدام القاضي هي تقول له يا مش حاحيه اللي ما تصرفش وهو يقول لها يا كذابه يا اللي ما تحشمش نورمالمون فهمتوا اللي انا نحكي على انجلينا جولي وبراد بيت اللي توا اول جلسه بيناتهم في قضيه الحضانه باش تكون نهار 4 ديسمبر الجاي والقضية باش يكونوا فيها زوز حاضرين بالتليفون أكاهو قضية الحضانة أنجلينا مازالت شادة صحيح في الحضانة الكاملة لأولادها الستة وبراد مش عاجبه يحكموا عليه يقابل أولاده مرة بركة في الجامعة ويحب هو ياخذ حضانة من عند أنجلينا بالله الكريم الزوز خرطر توا تسخيلوا باش يفطنوا بيكم الصغار كان جيتوهم مرة في الجامعة وإلا حتى مرة في الشهر العام الكل وانتم تدوروا من تورناج لتورناج ومن بلاد لبلاد ومخليهم على المربيه وتوا ولا فيهم العسل يا لطيف هكا هاو نشط الخنار وفات على فخشان ميرسي بوكو دره نرجو نحكي مع عبد الحميد بوشريق وفيلم دشره الفيلم تعرض في فينيس قبل ما يتعرض في الجي سي سي اختيار منك ولا صادفت ولا نو هما الفستيفال كلاس ا اللي هما الفستيفالات اكبر فستيفالات في العالم يطلبوا عليك ان افون بروميير مونديال
فهمتني دونك وفينيز يجي قبل كان قبل جي سي سي وبالطبيعة حتى بالنسبة لل يعني فماش مخرج تخيل انا عملت فيلم الاختتام راه مش فيلم في الموسيقى انا عملت فيلم الاختتام يعني هما حاجات فيلم اوفرتور فيلم دو كلوتور سي دي شوز مهمين اهم دونك عملت فيلم اختتام في مهرجان فينيز في اسبوع النقاد اللي هي اصعب سيكسيون على خاطر النقاد نتاع السينما ايطاليان هما اللي يختاروا الافلام دونك ومن بعديك مشيت للفانتاستيك فيست في تكساس اللي هو اكبر مهرجان تاع افلام تخوف في العالم ولا في امريكا دونك لقيت روحي مع عجبهم اكثر عباد عجبهم امريكا خاطر لقاو لي ريفيرونس نتاعهم وخاطر كي حكيت لهم على البيدجي نتاع الفيلم ما صدقونيش يعني يقول لك كيفاش نجم نعمل فيلم هكا نقولوا في امريكا ما نقولوش في تونس ما خاطر يحاول بالدولار دونك بالدولار اللي نعرف كيفاش نحسب راتبك الله تونس يجيو برشا ما في الدولار سبعه شوي لا ما هو فيلم اي فيلم تكلف سوم سياره فخمه واضح ايوه فيلم تحب ولا تكره ما انت بعت سيارتك الفخمه باش عندي سياره فخمه انا شخص انا بعت سيارتي باش نجم نمشيو لبيتو في الاوتيل لكن ما كانش جي سي سي حطيت سي لو برومي شو اغاب جي سي سي واهم مهرجان في هذم الكل انا بالنسبه لي جي سي سي يعني بعثته باش يكون موجود في المسابقه الرسميه يا اخي شنو اللي صار في الحق المختلف والله ما نعرفش انا راه ما عنديش اجابه حابش تقول ولا والله ما نعرف بالحق ما عنديش اجابه ما يعطيوكش راهو الفستيفال يقول لك سامحنا راه جانا برشا اي هو شنو صار من الاول وبعد شنو صار؟ اي لكن من بعد لقيناه لا هما خسر لي هما راهو من الاول ما اعلنوش على شنو هما الافلام اللي باش تعداو في سيونس سبيسيال عطاو كان الافلام اللي توانسه اللي يختارون في المسابقه وما عطاو حتى انفورماسيون اخرى دونك ما نعرفش اسكو تزيد من بعد ولا هو من الاول كان سيونس سبيسيال ما نعرفش اللي نعرفه اللي انا مثلا فما اعضاء في الجي سي سي اللي هما دافعوا على الفيلم وحبوه يكون موجود وهما اللي كانوا سبب باش يكون موجود في السيونس سبيسيال خاطر بالحق عيب بيمشي لفينيس وما يتعداش في الجي سي سي هو عيب كلمه كبيره ياسر مش هو راهو اخزر لي انا راهو بعد تنرفزت وتحسيت على خاطر حلم شخصي اللي انا وخاصه هون نقول لك شنو اللي انا مش وجعني ما اللي انا تحسيت منه في جي سي سي اللي هو جي سي سي فيه برشا جواز وكنت نفرح ياسر كان من الفريق التقني ولا من الممثلين يربح جائزه لكن هما تحرموا منهم هذوما كان مش فرصه تاع كل يوم تلقى واحد كما مثلا ياسمين ديماسي دور اول في حياتها وانا اول فيلم بالنسبه لي وحاتم ناشي من اهم الافلام اللي خدمهم وفاطمه في الديكور وموسيقى عملناها في الجونغ نتاعو يمكن ما يلقاوش كونكيون اخر يمكن يقول لك باش تحطوا دشره مع الافلام الاخرين سي با لا ميم كاتيجوري ما نجمش يكون الحكم يكون عادل يعني ما نعرفش لكن خساره للفيلم فهمني لكن اهم هذا كل هو اللي موجود الجمهور اللي هو احسن بخي راهو تحق لو ميور بخي في الجي سي سي هو التصفيق اللي يوفى بعد ما يوفى الفيلم هذاك هو لو باغوميتر بالحق باش تعرف اسكو انت في نتاعك نجاح التصفيق قشعر الحم اللي صار لي في الفيلم هذاك اهم حاجه صارت لي انا في انت قشعرت لهم لحمهم بالخوف وهما قشعروا لك لحمهم بالتصفيق الحمد لله دونك حبيبه جوندا وي صباح الخير وصباح الفل الناس الكل مرحبا بكم في اجندا الماتينال نهار 13 نوفمبر نبداو اليوم نحكيو السينما ونبداو بالسينما اللي ترجع للاجندا فيلم في عناية بدا في المونستير وين تلقاو في سيني ستار مونستير وتو نقول لكم في لي اجندا الجايين على العروض في تونس لكن اخترت المره هذه يعني تكون في داخل تونس دونك في المونستير اصدقائنا احبابنا الناس يتفرجوا فينا المونستير تنجموا تشوفوا فيلم في عناية لنجيب القاضي اللي تلقاه في سينيستار أ 16 نتعداو ليفينمون الثاني ليفينمون الثاني في بيت الرواية في مدينة الثقافة في تونس تلقاو يستضيف الرواية البرتغالية 13 و14 اليوم وغدوة أ partir de 8 heures الصباح في مدينة الثقافة ليفينمون هذايا تلقاو الرواية البرتغالية تلقاو النقاشات حلقات نقاش نجمو تمشيو كيف مدينة الثقافة وتلقاو لو بروغرام أون ديتاي
ليفينمون الثالث يجينا من فيد غرونيي، يجينا من نابل. دونك لي فيد غرونيي قاعدين يدخلوا لتونس ليامات هذوما. شنو هو فيد غرونيي؟ اذا عندك حاجه زيد عليك في دارك، حوايج، غبو، خزينه تحب تتخلص منها، شنو؟ خوك مثلا نوي بون علاش ينجموا تبيعوا خوك؟ عبد الحميد قال لكم تنجموا. دونك نجموا تهزوا الفيد غرونيي في نابل. ليفينمون هذايا يجينا مع ثمانية كيف كيف نتاع الصباح تلقاوها في لا فوا دو لونفون ا نابل. اخر ايفينمون نخدموا به الاجندا نتاعنا اللي هو بور سو ديفولي ان تي بو، اذا متقلقين بديت الجمعه تقوى عليكم نهار الثلاث تعب، تنجموا تعملوا رقص شرقي يجيكم من افروميد. دونك سي لو كومبلكس كولتوريل اللي مازال كي حال جديد يعمل دي سيونس دو دانس اورينتال كل نهار الثلاث، ويظهر لي دورا ميشا باش ديفولي شويه من الخدمه نتاعها. دونك انت هذايا اجندا الماتينا نهار الثلاث، نتقابلوا ان شاء الله غدا في اجندا جديد كان حين ربي. ميرسي بوكو حبيبه عبد الحميد. دونك الفيلم هذا باش تعاود يتعرض ان شاء الله بعد الجي سي سي ولا لا؟ اي بيان سور، فما اون سورتي ان سال وباش نعملوا اون افون بروميير تكون كيما في الجي سي سي و فوالا اون ان شاء الله. ما نعرفش الدات اكزاكت، قلت لك تو ديبوندرا من الافلام اللي قبلي وكل، فما ديستريبيوتور نتاعي اللي هما هكا ديستريبيوشن هما تو يعلنوا يقولوا وقتاش لا سورتي ان شاء الله. باش يشارك في مهرجانات اخرى دوليه؟ اي فما مهرجان القاهرة السينمائي، اي باش نكون موجود في العروض نتاع منتصف الليل، هما أول مرة يعملوهم السنة. دونك فيلم دوغور ا مينوي، اي دي سيونس دو مينوي باش تعداو في أكبر سينما في القاهرة. ومن بعد عندي فما بولونيا زاد كيف كيف، وفما مهرجان اخرين ما نجمش نقول عليهم توا الا ما يعملوا الكونفرنس دو بريس نتاعهم، فهمت؟ لكن فما مهرجانات كبار، اي فما مهرجانات كبار بالكدا. باهي ان شاء الله بالتوفيق. عبد الحميد بوشناق مخرج فيلم الدشره، نختموا مع شيف فتحيه. اي مرحبا فاطمه، انا حبيت نوريك اللي قاعده نخدم بالمعجون فريز، لقيته كعب في وسط معناها في وسط هذا ساكوت، قلت لكم فريمون من احسن لي كونفيتور اللي نستعملوا انا وقت اللي يفوتني السيزون تاع المعجون، نمشي طول نجري للساكوت نلقى ليكيفالون تاع المعجون اللي نخدمه انا. حبيت جوست انا كملت كل شيء، حبيت جوست نوري كومون جو غارني كعبات كعبات معناها كروسون بالمعجون كيما هكايا. هذايا خليته بلاش غارنيتور، هذايا غارني بالساكوت فريز. واكوتي حضرت لكم هنايا السلطه بالعدس الكوراي، لونتي كوراي هذا يتيب في ساعة على خاطر جوست يتيب الدنتي، ومن بعد توقفوا له لا كويسون نتاعو ما قبل، لازم تغسلوه مليح 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 حتى لين تنحى النشا نتاعو، راهو فيه برشا نشا، إذا كان تصمتوه من غير ما تنحيوا له النشا يولي معجن، يولي ملبق الكل في بعضه، ما يعملش سلاطة معناها يحسي ويولي سود. غسلته بالكدا ومن بعد صمته ونحيت الكشكوشة اللي نلقاها في الوجه باش نجم نشوف الحبة قداش طابت ونذوقوه، لازم يكون الدنتي توت سويت، خرجوه من الماء السخون ترميوه في الماء البارد باش توقفوا لا كويسون. حطيت له انا قارص وزيت زيان وحطيت له شويه معدنوس وشويه ثوم، هذاك باش فوحته ما يزموش برشا فيه، حطيت له شويه ملح بالطبيعه الا بعد ما في الفاح ما حطيتلوش في الترتيب، باش من بعد بوغ اكيليبغي لي بو نحط نتحكم انا في الملح. اكوتي فاطمه حطيت عملت طاجين هذايا عملته في القلايه اللي عباد اللي ما عندهمش غاز معناها كوشه في الغاز نتاعهم، برشا طلبوا باش يكون طاجين في القلايه، عملت طاجين بتنجيله، شريت البتنجيله قصيتها لامات وحطيتها في حطيتها في شويتها على النار، والاجناب نتاعها اللي طاحوا حطيتهم قصيتهم اون بتي مورسو، طيبت الستيك دو داند مليحه وحطيت عليهم بعد البيتنجيله، هو مازال فيها الصوص وانا حطيت البيتنجيله خاطر البيتنجيله سي اون ايبونج ال ابسورب كل جو تحطه لها الا ال ابسورب، حطيت باش تجي بنينه مطعمها، حطيت رميتها في التختوخ هذاك، خذيت لو جو شربته وخلطته بشويه عظم مليحه، حطيت له
بالطبيعة وقت اللي دهنته بالزيت القلية متاعي بعد اللي خلطت بشوية عظام مليحة وحطيت ستيك دو داند مليحة استعملت في قاع القلية باش ما يلصقش وطلع هكايا مزيان زيت زين البيو بالطبيعة اللي معناها باش خرج الطاجين متاعي كيما تشوفوا فيه البغيونس وطاب قد قد وخليته حطيته يطيب تقريبا نص ساعة على الوجه الأولاني ومن بعد كيف ريته وبدا يتلم جنابه وبدا يطيبوا قلبته حطيته في القلاية فما شكون جايب حذية رد بالي مياو رد بالي مش كون جايب حذية هذايا نورمالمون فيه شامبينيون وسكالوب عديدة لا لا غلطة جملة هذا فيه إلا زيت بيو بتنجيل ستيك دو داند مليحة عظم مليحة وشوية جبن هذاك الشامبينيون وفيه الهريسة عبيدة وفيه الدويدة وردة لما همشتني خليتني ما نعرفش كيفاش نتكلم حطيت له هريسة خاطر انتم تحبوا الهريسة عبيدة ما تنساش خاطر فاطمة عجبتها برشا دايو غزقتها من مدام قالت آوي هي فضحت روحها حطيت بعد خلطت المقرونة الدويدة طيبتها حطيت الستيك طيبته بشوية زيت بيو زين وحطيت عليها الشامبينيون فخي خليتهم الكل مع بعضهم حطيت لهم مغرفة هريسة مغرفتين صحيح مغرفة برك عبيدة وحطيت عليها شوية جبن ما حطيتش عظم حطيت جوست المقرونة اون كورون حطيت فوقها الميلونج بتاعي وبعد زي صبيت عليها شوية زيت بيو زين وحطيت جبن من فوق باش لمت بعضها وطابت اللي تظهر له مقرونة شايحة شوية ينجم يخلط شوية حليب يحط له شوية ملح وفلفل يصبوا على الكوغون باش تكمل خاطر انا خرجتها برسك نص تياب الدويدة فوالا دويدة وردة خرجتها نص تياب جوست باش تكمل الطيب في الكوشة باش تحمر تكمل تطيب وهي فوقها الكارنيتور نتاعها وخرجت فريمون حاجة انا شوكولاتة بالشفاء ميرسي بوكو شيف فتحية الوغ ميرسيمون حبيبة ميرسي بوكو لاتيليي غلامور على الفيست اللي لبستها اي كيف كيف عتيقة هاند ميد pour les boucles vous trouvez les artisans et d'alcool avec leurs créations fait d'Oken Store fait طريق المرسى على يد كوم يمين في alors متوما مشين من تونس علي سارو متوما مشين من المرسى مقابل ستاد الكرة واضح نحب نشكر قبل كل شيء ضحى عكيري على المكياج وعلى الشعر وكالعادة نقول ميرسي ألويت ألويت الناصر تلقى فيها حوايج الكبار وحوايج الصغار حوايج السهرية حوايج الدار حوايج السبور الحوايج بتاع الصغار زادة حاجة تحفونا برشا برشا عندهم أنتو كان اللي حاب يفهم الكونسيبت بتاع ألويت يدخل باش فيسبوك يحط ألويت الناصر يفهم الكونسيبت باهي حبيت نشكر أنا سونتر ديستيك باك ستيج تلقاو في العوين اللي هو سونتر ديستيك نساء ورجال اللي عنده عرس قريب ولا عرس قريب تمشي تشوف الفورفي نتاع العرايس في باك ستيج العوين الو عبد الحميد عندك شكر انت الحمد لله ربي نشكر جيبي نشكر حلمي وولد حومتي اللي حجمني ما تحب تقول حاجه للناس باش يمشي يتفرج في فيلم باوي حتى الناس اللي ما تحبش الفيلم يخوف البارح فما برشا ناس جاوا ما يحبوش وعمرهم ما مشاو وما نجموش يقوموا يروحوا ملي يخافوا لكن شيخوا في الاخر خاطر فما بوكو ديموسيون في الفيلم فما برشا ضحك زاد بيزارمون دونك نشجع الناس باش تمشي وهكا هاو كي ما يمشيوش راه ما عادش فما سينما وقول لنا وقتاش باش يتم لا سورتي بيان سور باش حبيبه تقولوا في الاجندا كولتورال نمشيو يتفرجوا في الافلام اللي قبلي انا زاده كيف كيف راهم افلام مزيانين برشا برشا ميرسي بوكو عبد الحميد بوشنير ميرسي بوكو الناس اللي خدمت معنا الكل ميرسي بوكو شيف فتحية اي ما بقى لي كنقول لكم بالسلامه